السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. شايفين يا جماعة الكرتون عاملة ازاي تحت العيال؟ بشعة مسافة. بس يا والله يا جماعة الليل يعني عايزين هما نظافة باستمرار. شايفين السقاية عاملة ازاي؟ هما اصلا مش طايقين يقفوا. شايفين بقى، وده اللي انا بقول عليه، هنضف لهم كده يا جماعه واخلي لهم الدنيا زي الفل، واغسل السقايه واحط لهم ميه نظيفه، وطحنت لهم كمان اكل زي ما انتم شايفين اهو. ده درجه نعومه الاكل يا جماعه في المرحله اللي هي بتاع الاسبوعين الاولانيين بالشكل ده. هم لسه اصلا ما جابوش 10 ايام، فيبقى الاكل معانا بالمنظر ده. فهنضف لهم بقى وارجع لكم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه كرتونه نظيفه، هنقلهم فيها عشان ما يبردوش ياخدوا برد، وانا بغير المكان والنشاره، وهغطيهم بسجاده الصلاه عشان ما ياخدوش. طبعا احنا عارفين ان الجو برد جدا، ما ياخدوش برد من النقل من مكان لمكان، وهغطيهم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه هغطيهم بقى، علشان طبعا هم هيبردوا هيقعدوا يصرخوا من البرد. فغطيهم بقى وهوريكم ايه شكل الكرتونه بتاعتهم الحضانه عامله ازاي. غطيتهم خلص اهو يا جماعه عشان ما ياخدوش برد، وزي ما انتم شايفين كده منظر الحضانه بتاعتهم ما يصرش. مسافه سواد الليل بس يا جماعه اهو، معلش على المنظر بس انا ايه حبيت اوريكم بس اهو. ده كله هيشال ويتنضف، والسقايه بتاعتهم تتغسل، والاكله بتاعتهم يا جماعه تتنضف من اي فضلات فيها، ونزق الاكل القديم على جنب ونحط فيها اكل جديد. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه انا فضيت خالص الكرتونه من النشاره، وطفيت النور خالص، علشان طبعا اللمبه دي يا جماعه بتبقى سخنه جدا وبتحرق بصراحه، لما ايدينا بتيجي فيها بتحرقها حرق جامد يعني. ففصلت الكهرباء خالص، عم انضف وافرش نشاره، وهحط له اهو خلاص النشاره بتاعته. عايزه اقول لكم النشاره الحمراء دي بشعه، ما انصحش حد يجيبها، وحشه جدا يا جماعه بصراحه، ما بتشربش اي سوائل، وحشه جدا جدا يعني. احسن حاجه النشاره البيضه، تبقى جميله جدا، بتمتص الرطوبه واي سوائل بتنزل في فضلات السمان. هروح اغسل بقى السقايه واحطها وانور النور يدفي المكان شويه واحطهم تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه حطيت السقايه وعليتها كمان شويه، حطيت تحت السقايه شويه نشاره بحيث ان هي تبقى السقايه يا جماعه اعلى من مستوى السمان، ما اعرفش يبل نفسه، يا دوبك كده يحط بقه يشرب منها. وامبارح كنت حاطه لهم املاح معدنيه نص سنتي على نص اللتر، اللتر على عليه سنتي 1 سنتي اهو يا جماعه املاح معدنيه. هسرك بقى النور، هنور لهم النور يدفي المكان، وبعدين انقلهم ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه حطيت الازاز اهو، واحط فوق ان شاء الله سجاجيد الصلاه. وطبعا لما بحط السمنه يا جماعه مش بقفل المكان خالص عليهم، لازم يخش لهم هوا عشان ما يجيلهمش احتباس جوه ويختنقوا. فبسيب مساحة كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين، حوالي ايه 10 سنتي اهي من فوق اللمبة كده، يعمل لهم تجديد هوا جوه وما يتخنقوش. احط السجاجيد زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة، لما نقلتهم راحوا كلهم تحت اللمبة يتدفوا. لما يتدفوا تبقى درجة الحرارة هتوصل، الترموستات هيفصل من نفسه، احنا عاملينها على 34 درجة، فالترموستات لما درجة الحرارة توصل هيفصل من نفسه، وهيبدأ السمان ياخد حريته في المكان. عايزة اقول لكم انا شلت اللمبة الحلزونية لان لقيت كتكوت ناطط فيها ورجليه متعلقة واتكسح دلوقتي، يعني رجليه دلوقتي يعني يعتبر زي ايه، هقول ورمة ومش قادر يقف عليها، لان هي ما اتحرقتش، لان لو اتحرقت كان هتبقى مبرباقة او حمراء او كده. بس هي تقريبا من كتر ما هي كانت مدلدله واحنا كنا نايمين ما شفناهاش، فرجليه برضو ايه تعبته والتهبت. ورمانه كتكوت يا جماعه كان مات الزنق من جنب الاكله اللي هي كانت بتاعه العصافير دي، ومعرفش يخرج تاني خالص. فبرضو صحيت الصبح
لقيته واقف في مكانه ميت جنبها مزنوق معرفش يخرج خالص. فسبحان الله العظيم هي بتبقى حوادث كده، بتبقى اقدار سبحان الله العظيم. وكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا يا جماعة. هو كان روتين، الفيديو بتاعنا روتين عن نظافة السمان وازاي بننضف له والطريقة. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم ونالت رضاكم. واي سؤال او استفسار انا تحت امركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.